مساء الخير على حضراتكم جميعا. انا عارف ان يوم صعب جدا جدا في تاني ايام المؤتمر، وبمشيئة الله طبعا هيبقى بانل سريع قوي. طبعا ده اخر سيشن موجود واخر بانل موجود وهنختم بيه باذن الله. طبعا بالنيابة عن نفسي وعلى الاساتذة اعضاء البانل، أنا بشكر أستاذتنا الجليلة الأستاذة الدكتورة سناء يوسف، ذا جاد فاذر اوف نيوتريشن على مستوى الميدل ايست كله طبعا، والساينتفك بورد الكبير أستاذنا الدكتور إيهاب خيري، الأستاذة الدكتورة مي، الأستاذة الدكتورة ياسمين جمال، وباقي الجنود المجهولة في الجمعية العربية للتغذية والكلينيكال نيوتريشن. سعداء جدا جدا بوجودنا، والف مليون مبروك دكتوره سناء، دكتور ايهاب، دكتوره مي. فين ياسمين، موجوده ولا مش هنا؟ طيب. الوقت طبعا هيبقى سريع جدا جدا جدا. في البدايه طبعا هديكم طبعا في البداية قبل ما نبدأ البانل، أحب أعرف الأساتذة العظام البانل. طبعا الدكتورة سناء لما كلمتنا والدكتورة ياسمين كانوا عايزين نتكلم في البانل ده عن البيدياتريك نيوتريشن بيت فولز، فطبعا لقينا ان عشان نتكلم في البيدياتريك نيوتريشن بيت فولز محتاجين اكتر من ساعة، محتاجين ساعات. فطبعا الدكتورة ياسمين والدكتورة سناء حددت لنا طبعا مواضيع مهمه نتكلم فيها، وقالت بقى كل سنه نتكلم في مواضيع. طبعا انا سعيد جدا جدا ان انا اكون موديوريتور في البانل الكبير في وجود الاساتذه الكبار، الاستاذه الدكتوره ايناس رأفت، الاستاذه الدكتوره سوزان جاد، الاستاذه الدكتوره مها ابو ذكري، الاستاذ الدكتور اسامه عرفه طبعا، وبحييهم على المجهود الكبير اللي عملوه في البانل ده. دكتورة إيناس اتفضلي. لو السلام عليكم. لا صمود ايه ده الصمود يعني للناس اللي قاعده دي فعلا. والله يعني فعلا والله ربنا يخليك. عبور ده لوحده في حد ذاته عبور يعني. الف شكر على الدعوه الكريمه، شكرا دكتور وائل على التقدمه، صديقتي العزيزه استاذه دكتوره سناء، وكل التيم الحقيقه اللي موجود، والاسبسن كله، كل مؤتمر كده واحنا جميعا يا رب مع بعض وطيبين. الحقيقة احنا اتفقنا مع بعض كده ان احنا نخلص البانل بقى بسرعة كده. هنعمل هاند سريع، كل واحد فينا كده اختار له موضوع يتكلم فيه على الحاجات اللي يعني. طبعا في البداية قبل ما نعرف دكتورة سناء، لما اختارت لنا قبل ما الدكتورة ايناس تبدأ معانا، اختارنا اربع مواضيع. دكتورة ايناس زنقناها ان هي تتكلم في البيت فولز في الفيتامين دي، تمام؟ هقوم معاك. طيب دكتورة إيناس في البيت فولز بتاع الفيتامين دي، الدكتور أسامة طبعا في المايكرو نيوتريانت هيكلمنا على الوات اباوت الفيتامين ايه والزنك، الأستاذة الدكتورة سوزان جاد هتتكلم لنا على البيت فولز في اللاكتوز انتوليرانس، الأستاذة الدكتورة ما هتتكلم على البيدياتريك نيوتريشن في الكونستيبيتنج تشايلد. هنبدأ بقى أول حاجة خالص في أول موضوعنا، يعني البداية طبعا كبيرة بالأستاذة الدكتورة إيناس رأفت لما هنتكلم في الفيتامين دي. شود ده السؤال المهم جدا جدا اللي كلنا بنسأله، هل يا دكتورة إيناس كل الأطفال المولودين even بري تيرم أو فول تيرم بيحتاجوا سبلمنتيشن اوف فيتامين دي؟ لأن احنا بنلاقي دكاترة كتيرة ما بيدوش فيتامين دي، وبيقولوا لا مش مهم ان الطفل ياخد فيتامين دي من دي 1، ومش انديكيتد انه ياخد فيتامين دي 1. بنلاقي اطفال دكاتره تانية لا بتدي فيتامين دي بس ما بتديش الاوردينري فورم اوف فيتامين دي، او بتدي اذر فورمز اوف فيتامين دي. فانت رايك مبدئيا في سؤالنا الاولاني، ندي فيتامين دي ولا ما ندوش؟ طيب هو احنا لما اتفقنا احنا هنعرض كل موضوع، مش هنعرضه كموضوع، يعني مش هنعرض فيتامين دي على بعضه. احنا هنقول زي ما دكتور وائل كده قال، الاسئله الشائعه اللي دايما بتتقال
واهمهم ادي ولا ما اديش ولازم اخد. هيئه الاي او اس المسؤوله عن القصه دي قالت لنا ان في 5 مجموعات في البشريه لازم ياخدوا فيتامين دي من غير ما نتكلم، من غير ما نقول اه، من غير ما نقول لا. البريجننت واللاكتيتنج، واطفالنا لغايه 5 سنين، اللي فوق 70 سنة، اللي ما عندهمش شمس خالص، الداركر سكين. وحددت لكل حد فيهم رقم معين بالظبط باي ايج ياخد ايه، لازم ياخده. عموما علشان بس مش معقوله هنحفظ طبعا الجدول ده كامل، بس في عندي ارقام ما ينفعش ما بقاش عارفاها، ان الفول تيرم بتاعي بياخد 400، بريماتيور بياخد 400 لغايه 800، واللاكتيتنج والبريجننت 600 ل 800 انترناشونال يونت. واحنا مغمضين يا دكتور وائل، لازم احنا اطفالنا اتليست لغايه 5 سنين لازم ياخدوا فيتامين دي. تمام، كويس جدا. سؤالنا بقى الثاني يا دكتوره ايناس، كان ماي بيبي تيك اول هيز نيد اوف فيتامين دي اونلي باي سان فود؟ في دكاتره رايهم كده، مش لازم ندي سبلمنتيشن، الطفل نعرضه للشمس او ناكله، هو ده الفيتامين دي اللي يحتاجه. راي حضرتك ايه فيه بالظبط يا دكتور وائل؟ اكتر سؤال على الاطلاق، وخصوصا اليومين دول بقى في الماميز جروب اللي قاريين وداخلين على الفيسبوك وجايين لك بقى يفتوا فيها، لا 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 يا دكتور انا ما بحبش ادي ادويه، انا همشيه ناتشرال خالص، هعرضه للشمس، ولو طفل كبير لا انا ايه. تعالوا نشوف كده بسرعه في عجاله القصه بتاعت الفيتامين دي بتمشي ازاي. الفيتامين دي بيبتدي بالان اكتف فورم تحت الجلد، بيتعرض للشمس يتحول الى الفيتامين دي 3 كوليكالسيفيرول، يقابله الدايتري انتيك سواء بلانت او انيمال اوريجين، ويتحول اول هيدروكسيليشن بتحصل في الليفر يديني 25 هيدروكسيكوليكالسيفيرول، وبعدين السكند يحصل في الكيدني يديني 125 داي هيدروكسيكوليكالسيفيرول. يعني انا لما اجي اقول ان في ديفيشنسي في فيتامين دي، يبقى انا بقول ايه؟ يا اما في مشكله في الشمس، يا في مشكله في الاكل، يا في مشكله في الليفر، يا في مشكله في الكيدني، في مشكله في اي واحد من دول. طيب نمسك واحد واحد ونشوف عشان نرد على الام اللي بتقول لا انا حدي بالشمس. عشان نعرض الطفل للشمس بنقول ان انت محتاجه يا ستي تعرضي ابنك 10 30 دقيقه في الميدي سان لايت، اللي هي من يعني وقت تعامد الشمس كده لغايه الساعه 3 كذا مره في الاسبوع. وبتمشي الام من عندي وانا مش قايله لها غير الثلاث كلمات دول اللي كلنا بنقولهم. هل ده كفايه اطلاقا؟ ده في شروط لازم اقولها للام دي. في حاجه اسمها سكين تون، يعني ايه؟ يعني الطفل اللي بشرته فاتحه لازم يقعد فتره اقل من اللي بشرته غامقه. في حاجه اسمها سيزون اوف اكسبوجر، لو الست دي عندي وانا مقعداه من جون لغايه اوجست في شهور الصيف دي، الفتره اللي بيقعدها اقل من اللي هو لو جالي من جانوري لابريل، ده اسمه سيزون اوف اكسبوجر. في حاجه اسمها ديجري اوف اكسبوجر، لازم افهم الست ده انت لو مقعداه بكم طويل ما فيش غير ايديه ووشه اللي باينين، ده انت مش معرضه غير 12% من جسمه فقط. لو هاف سليف وشورت اكتر، لو قاعد بس بالاندر وير اكتر واكتر. اللي بيحصل ان احنا ما بنقولش الكلام ده كله، ما عندناش وقت في عيادتنا نقول الكلام ده كله، وبالتالي الشمس لوحدها لا يمكن تديني اللي انا عايزاه. طيب تعالوا للاكل. الفيتامين دي سورسز بتاعته حاجه من اتنين، يا بلانت اوريجين يا انيمال. البلانت اوريجين انواع معينه من المشروم الحقيقه مش موجوده عندنا، وكميه الفاي دي اللي فيها قليله، يبقى انا هعتمد على ايه؟ هعتمد على الانيمال اوريجينز. الانيمال اوريجينز كل دي، بس الحقيقه انا بتعامل مع اطفال، ما عنديش من الليسته دي حاجه طفلي ممكن يتعامل بيها غير حاجتين، يا السلمون فيش يا الايج. السلمون عشان يديني حلو قوي، وفي هاي كونتنت من الفيتامين دي. في قد ايه من فيتامين دي؟ في 600 اللي احنا عايزينهم بالظبط، بس ده معناه ان ابني لازم ياكل ترانشة سلمون تخن كده كل يوم ديلي عشان ياخد احتياجاته، وده طبعا لا يمكن احققه. لا يا دكتوره ما ينفعش. وفي حاجه تانية، الاج. الاج الواحده فيها 18 ل 20، يعني انا محتاجه اكل الطفل ده 20 بيضه يوميا عشان ياخد احتياجاته، وده طبعا لا يمكن يحصل. اذا الاكسس لفيتامين دي ما هواش بالدايت. الله يا دكتوره انت قلتي لا هو بالسن ولا هو بالدايت، يبقى فاضل لي ايه؟ يبقى لازم ابقى عارفه انه الاونلي واي اوف بريفنتنج فيتامين دي ديفيشنسي
او الكومبليكيشن بتاعته هي الفيتامين دي سبلمنتيشن. وهنا ده اجابه السؤال للام اللي بتقول لا ده انا اكله او لا اقعده في الشمس. طيب حضرتك بتقولي انا هدي فيتامين دي وهدي سبلمنتيشن، العيان ده انا مش عارف بقى احسبه، هل العيان ده ديفيشنسي ولا سفيشنسي ولا دخل في توكسيسيتي؟ بلو ويتش الليفل اوف فيتامين دي اقدر اكونسيدر ان ده ديفيشنت؟ السؤال ده رائع براكتيكالي. امتى اقول ان الفاي دي قليل؟ الحقيقه احنا ما عندناش كات اوف بوينت زي بلاد العالم كلها تقول لي ان تحت الرقم ده الفيتامين قليل. ساعات تجي لي روشتة من معمل يبقى مثلا 22 ل 25 يقول لك ده ديفيشنت، وساعات 21 ده ديفيشنت، وساعات مش عارف. ما عندناش رقم اسمه كات اوف بوينت لينا احنا بالذات، بس جرى العرف على ان احنا الفيزيشن بنقول ان 20 ده رقم معقول قوي، وفي معامل مصره على 30 لسبب او لاخر. وتخيلوا ان الرينج من 20 ل 30 نانو جرام ده حاجه كبيره قوي. طب بصوا الليترشر بتقول ايه. الانستيتيوت اوف ميديسن اللي احنا ماشيين وراه بيقول ان في حاجه اسمها سكليتال فيتامين دي بلاتو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده الليفل بتاع الفيتامين دي اللي لازم يبقى موجود في البلاد عشان يامن الفيتامين دي ليفل اللي موجود في البون. تخيلوا الرقم ده كام؟ من 12 ل 16. فلما اقول ان 12 ل 16 ده اناف، يبقى يوم ما اوصل لغايه 20 زي ما احنا بنعمل اتس مور ذان اناف. طيب وشود بقى نعمل انفستيجيشن ونعمل فيتامين دي، ولا انت رايك زي ما دكاتره بيعملوا ان يدوا تريتمنت من غير ما يعملوا الاسسمنت اوف فيتامين دي او يشوفوا الكات اوف او الليفل بتاعه ايه؟ لا بص، الليترشر ما بتقولناش ان عندي فيتامين دي كل عيان يدخل لي في العياده روتين لازم اعمله فاي دي. لا انا بتكلم عليه المانيفستيشن. عليه المانيفستيشن يعني مانيفستد. لو هوصل لوقت معين هشك هعمله، بس مش في روتين. تمام، احنا لسه هنكمل دلوقتي. يبقى هنتكلم على الفورمس اوف فيتامين دي. حضرتك عارفه او كلنا عارفين ان في فورمس كتيره الفيتامين دي. ويتش فورم اوف فيتامين دي وي شود يوز؟ ده هنستخدم ايه؟ هل الاوردينري، هل الاكتف فورم، وامتى نستخدم كل واحد فيهم والدوز بتاعته ايه؟ اتفضل يا دكتور. ذا ريكومندد دوز، قبل ما نتكلم في اي تفاصيل للفيتامين دي، زمايلنا الجونيورز، فيتامين دي اللي اكتبه وانا مغمض الاكتف فورم فيتامين دي 3، من فضلك دون ترش للاكتف فورم اوف 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول. ليه؟ بسرعه الشكل اللي احنا قلنا عليه قبل كده، انا بوصل فوق سواء الدايتري او سواء السن لما بتحول لي الاكتف للاكتف، الاثنين بيجتمعوا الى الاكتف فورم اللي هو من الفيتامين دي. هو ده اللي انا بحتاجه، هو ده اللي انا بحتاجه، لان كده كده من اول هنا عند الليفر وعند الكيدني هم هيشتغلوا ويكملوا عمليه الهيدروكسيليشن، سواء 125 او الكمبليت لغايه 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول. يبقى انا ازود اللود ليه على الكلى بتاعه الطفل ده واديله الاند ريزلت اللي هو 125؟ لا، طب ما ندي الاكتف فورم اللي هو جسمه بيصنعه في العادي ويكمل بعد كده، الا في سيرتن كونديشنز معروفه، لما يكون في عندي مشكله في الليفر او عندي مشكله في الكيدني وتكون الاثنين دول مش قادرين يعملوا البروسيس بتاعتهم، يبقى في الوقت او الانزيم اصلا ناقص، في الوقت ده انا بدي الاكتف فورم اللي هو مش الاخراني. اوردينري في الحته دي، ودي شيء مهم جدا جدا لازم للدكاتره كلهم يعرفوه. وكده اختصرنا الفيتامين دي البيت فولز، وبنشكر حضرتك جدا. شكرا فعلا. شكرا. دلوقتي بقى هنتكلم على اذر مايكرو نيوترينت مهم جدا 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 اللي اخترناه من جروب المايكرو نيوترينت.